بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم مع اكتمال لمعابد النوبه. والنهارده بناخد معبد من بين المعابد الرائعه جدا، وهو معبد عمده. معبد عمده واحد من المعابد الهامه اللي بترجع لعصر الدوله الحديثه ما بين فتره حكم تحطبس الثالث ام نحط بالثاني، واضاف للجزء الامامي منه البوابه بتاعته ابنهم تحط حفيد تحتمس الثالث تحتمس الرابع، لكن رمسيس الثاني وابنه مرن بتاح ما نسيوش نفسهم. المعبد الحقيقه تم نقله من ضمن المعابد اللي تمت عمليه النقل، لكن اول اشاره ليه في القرن العشرين كانت جوتييه لما عمل النشر بتاع المعبد، وقبليه ب 200 سنه كان اعتمد هو على اللي عمله نوردون. لغايه سنه 55 وجهت البعثه الفرنسيه في النوبه اللي كانت بتشارك في اعمال انقاذ الاثار، وكان المركز الفرنسي للدراسات التاريخيه والوثائقيه الخاص بالنوبه، وجد مشكله ان الفلوس اللي بيقدمها اليونسكو كانتش كافيه بحد كبير، فاضطروا في اللحظه دي ان هم يرجعوا لعمليه الشغل الخاص، فبداوا بسرعه يفكوا المعبد، خاصه ان المعبد كان فيه ميزه ان المعبد ما كانش منحوت في الصخر، المعبد كان مبني، ففكوا بسرعه المعبد وبداوا يفكروا عمليه النقل. عمليه النقل والمعبد عالي، وجدوا مشكله ان عشان ينزلوا المعبد بكتل الحجر اللي حوالي 600 طن فيها مشكله، فابتدوا من هنا يفكروا في فكره الديكوفيل اللي احنا متعودين عليها في شغلنا في الحفاير. الديكوفيل هي عباره عن زي قضيب قطر وبنزل عليه، بس ابتدوا ما ينزلوش قضيب القطر بالشكل الطبيعي، ابتدوا يبيلوه، يعني اول 100 متر امشي وبعد كده الف، ليه؟ ابعده عن اي مدق ممكن ان الحجاره تخبط فتتجرح، علشان كده اتنقل الامر. وكانوا بيعملوا بقى ايه؟ عشان مش هيقدر يمشي القطر يلففه، فابتدى يعمل القطر لمده معينه لمسافه، والمسافه تنتهي، يفك القضيب اللي ورا وينقله قدام ويقوم بعمليه النقل بتاعته. بلان المعبد لو بصينا عليه هنلاحظ ان هو بلان معتاد دائما للمعابد. الجزء الامامي منه هنلاقيه بيمثل اعمال تحتمس الرابع او المدخل، بعد كده صاله الهيبوستيل او صاله الاعمده، بعد كده بنصل الى ممر او صاله اشراق من خلال سقيفه صغيره بتعمل زي ممر صغير، ومنها بنصل الى قدس الاقداس. زي ما قلت لحضراتكم ان الجزء الخارجي المفترض ان هو صالة العمدة والمعبد ام نحط بالتاني وقبليه ابوه تحتمس الثالث لسيطرتهم على الجنوب، لكن القوة كلها جابها او كمل بيها تحتمس الرابع. ولان المعبد كان مكرس لامون رع وراح ورختي، فعلى الواجهه بلاقي البوابه من بره تحتمس اربعه من خبرورة. لو حضراتكم شايفين بعض الناس بتتلخبط تقول ده تحتمس ثلاثه، لا، تحت الخبر في ثلاث شرق، على ايدك اليمين بالتاج الاحمر وايدك الشمال بالتاج الابيض، بيحتضن الاله راح ورختي رب المعبد. على الكتف جنبه بلاقي النقش الجميل بتاع سيتي الاول اللي بيعلن فيه ان هو بيجدد المعبد، والنقش ده لو انتم بصيتوا هتلاحظوا ان اسم امون معاد ترميمه، لان اخناتون كان واضح انه كان مكسر الاجزاء دي، فجه سيتي الاول وعمل. لكن الجميل قوي انه تقروا في نهايه النص فوق كلمه ميري مكتوب كلمه ايونو، لان راح ورختي كان اله الشمس في هليوبلس. لو دخلنا على الكتف من جوه بقى هلاقي النقش الرائع للملك امام راح ورختي، محتاج جدا ليه امنحتب الثاني ابن تحتمس الثالث، وهتلاقوا الخرطوش بتاعه عخبرورة، لكن اللي تحتيه هو المهم، اللي تحتيه لوحه راكع قدامها شخص، الشخص ده هو حاكم النوبستاو، راكع وبيقول انه بيشكر ما قام به الملك العظيم با ان راع مرن بتاح في النوبة، وهو إشارة لحملة الملك مرن بتاح في النوبة. والناحية التانية على طول على ورا الباب بعد ما يتقفل بلاقي نفس حاكم النوبة، لو بصيت ورا الباب الحديد هتلاقوه هنا راكع قدام نص، والنص مكتوب فيه انه بيدي كل شيء للملك العظيم، لكن النص الهيروغليفي اللي فيه خرطوش موجود فيه الجزء الاعلى منه سيماو مينو تجديد الاثار ان ايت اف لابوه راح ورخت الصقر اللي عرسه قرص الشمس راح ورخت. مين اللي بيعمل كده؟ نسوبيتي ملك مصر العليا وسفلى، اسر مع ترع ست بن را سرعرع مسو مري امون دي عنخ. سيماو مينو تجديد الاثار، الصيغه الرئيسيه بتاعت رمسيس الثاني ان ايت اف لابيه راح ورختي، مين اللي بيعملها؟ سرع مري امون رمسيس الثاني اسر مع ترع ست بن را. الجزء الثاني في المعبد صالة العمدة، المفترض تحطمس ثلاثة ومنحط باثنين، لكن تحطمس أربعة ل 12 عمود زود عليهم وخد منهم ستة خلاهم كأنهم بوابة واشتغل بالستة التانيين في الصالة الداخلية. ندخل بقى مع بعض للصالة اللي مساحتها حوالي 79 في 78، يعني حكى إنها صالة مربعة. تعالوا نشوف الناحية الشمالية منها على الجانب الغربي، بتشوف مناظر رائعة كلها لتحطمس أربعة، يعني ألاقي تحطمس أربعة ماسك علامة الحكاب تاج الخبرش قدام راح ورختي، ومين اللي بيقدمه له؟ ساتت بتقدم
بيقدم له ده. المنظر اللي بعده لنفس الملك قدام جحوتي، جحوتي بيديله سنين الحكم قدام مين؟ قدام أمون، كأنه بيلعب بحتة ولادة صغيرة من خلال تفسير المناظر. بعديها إيزيس بتحتضنه كابن ليها تحتمس الرابع. لما باجي على الناحية الجنوبية من الصالة باجي الاقي فيها نفس المناظر، المنظر البديع، أروع مناظر الصالة على الإطلاق. لو حضراتكم حبيتوا تشوفوه، هتحور بترضع، ومين اللي بتسنده من ظهره؟ بترضع تحتمس أربعة، مين اللي بتسنده؟ ولد حكاية وصورة من صور إيزيس. مين بقى اللي بيتابع الأمر كله؟ الحاج خنوم واقف بيتفرج على الفيلم، كأنه منظر الولادة. بقول لكم جحوتي يجي وبعدين يكمل. أجي هنا على منظر من المناظر اللي حساسة، حاجة نقف عندها شوية صغيرين. منظر جحوتي بيكتب اسم الملك على ورقة الشجر. الشجر هنا هي المكان اللي بنسميه حوت ور أو حوت سر، والمنظر ده موجود عندي في كتير من المعابد المصرية. طيب المنظر هنا بعدين يقول شجرة الإيش، شجرة الجميز. لا، المنظر يا جماعة بهدوء جدا مرتبط بالصراع بين حورس وست. بيقول ايه النص المصري القديم؟ بيقول انه لما وصل الصراع بين حورس وست لدرجة لا عودة، كان على الآلهة ان تفصل بينهم. الفصل بينهم تم ازاي؟ تم في محكمة حوت سر او حوت ور، بيت العظيم او بيت القاضي. وفي بيت القاضي حكمت المحكمة من حق حورس ان يتولى العرش، فجرى الجحوت ليكتب مسودة الحكم زي ما بنقول، فلم يجد في قصر الحاكم او في قصر الامير الا الشجرة، فكتب على ورقاتها. فجلوس الملك تحت الشجرة وكتابة جحوتي يعني إعلان تتويج حورس بالحكم. وهتسعة وتسعين وتسعة من عشرة من المناظر دي هنلاقي الملك اللي جالس بتاج الخبرش. نخش على الباب اللي بيفصل الباب، الكمر بتاع الباب، ألقاب عادية جدا للملك. تحتمس الرابع كلها بالمناسبة، جحوتي مثل الخبر ورع ظهر قدامي. بعدين بدخل على الأعمدة بقى بشوفها الجوانب من المناظر من ناحية ومن الآلهة. بلاقي الأول مثلا منظر فيه عنقت متصورة، وهي منظرين، منظر على جزئين. الأول منه جاي بقى بالتفصيل عنقت وهي بتديله الحياة، أحد رباط إليفانتين، والملك بتاج الخبرش وماسك علامة الحكاة وراه. والمنظر الثاني بيمثل عندي، بيظهر قدامي بحاكم النوبة راكع، بس المرة دي راكع قدام خرطوش رمسيس الثاني. حكام النوبة دايما هنلاقي لو حالة الخضوع بتاعهم والخنوع دايما بتكون قدام خرطوش رمسيس الثاني كنوع من التعبد. باجي بعد كده بلاقي على الأعمدة الخرطوش واضح جدا، جحوتي مس ومن خبيرو رع اسم الملك تحتمس الرابع، والبروتوكول الكامل بالألقاب الملكية. ثم المنظر اللي بيجي بعد كده بيمثل عندي الملك مع خنوم، وخنوم لابس تاج القاطب بشكل جميل، والملك لابس التاج الأبيض على راسه. المنظر اللي معاه بعد المنظر اللي معاه بيبان عندي كمان، حاكم النوبة بيظهر مرة تانية وهو بيتعبد أمام خرطوش رمسيس الثاني، راكع رافض وخانع وذليل دايما رمسيس الثاني. هنلاقي ان هو القوة وخنوع الحاكم او خضوع الأجانب قدام حكمه. تعالوا بقى على الأعمدة، هنشوف على الأعمدة نقوش لطيفة جدا، منها نقش حلوة قوي لتحتمس أربعة محبوب سخمة نبت عن خطوي سيدة حياة الأرضين، أحد ألقاب منفر اللي ظهر في نصوص الدولة الحديث العمود اللي قدامنا. بلاقي عليه منظر للملك واقف مع الإله آمون رع اللي بيديله كل القوة والحياة والثبات ليه. بلاقي كمان المنظر اللي بعده بيمثل الملك تحتمس أربعة مرة تانية قدام الإله بتاح، وبيتعبد قدامه تحتمس أربعة بيتعبد قدام الإله بتاح. بعد كده بلاقي المنظر الملك مع الإله راح ورختي، آسف ده المعبود خبري متصور قدامي بهيئة الجعران، وهو برضو الملك بيتعبد أمامه تحتمس أربعة. على الناحية المقابلة ليه بلاقي تحتمس أربعة واقف ومعاه الإله مونتو رب طيبة الأول اللي بيديله الحياة والقوة وكل الانتصارات، لأن مونتو دخل كرب من أرباب الحروب. على الجزء الثاني بلاقي منظر بديع للمعبودة سخمة زوجة بتاح سيدة عنختوي، المنظر الجميل برضو المسوازي للقب الهيروغليفي بتاعها. وبجانبها موجود المعبودة ياسس اللي هي ايد اتوم اللي كانت بتمثل الاعضاء الذكور في عملية الاستمناء لخلق البشر. الرواق اللي وراء الفناء
كأنه مقفول بقى الست أعمدة اللي قلنا قفلوا على الرواق بالأعمدة الجميلة بتاعته، مناظر مش باينة قوي، لكن على الأقل بشوف منها بشكل عام مناظر. هنا ببدأ ألاقي تحط مستلت أكتر بقى، ومن حطب اتنين، يعني باجي هنا بلاقي منظر مثلا لملك وكأنه بيدخل لإله، واضح واضح الرشتين بتوع آمون، واضح خرطوش تحطمس الثالث من خيب الرعب، وضوح جدا موجود على الجزء الخلفي. الجزء القداماني يمكن يكون أمنحتب اتنين ابنه هو اللي متمثل فيه، مش تحطمس ثلاثة. المنظر اللي بعده لو بصينا عليه كويس هنلاقي الملك بيدخل الى تحتمس الثالث داخل ومعاه الهين، واضح ان اللي قدامه اللي بيديه علامه الحياه صقر على راسه الدبل كراون، يبقى ده الاله مونتو اللي بيديني علامه بيقال ان هو هنا تمثيل كانه بيديله الحرب، والواضح من الخرطوش بتاعه. المنظر اللي بعده من المناظر البديعه في المعبد عنقد، وهي بتقدم الملك للاله راحوراختي اللي بيديله علامه الحياه وبيديله كل الخير والظهور، وهتلاحظ ان راحوراختي هنا قاعد مش واقف. باجي بعديها بشوف على الجانب الثاني ثلاث مناظر بقى. المنظر الاول امون قاعد وهو بيدي للملك علامه الحياه، بعدين الملك واقف قدام راحوراختي بيفتح له بوابات السماء، والمنظر اللي بعده من المناظر الجميله لخنم وهو كانه بيهب الملك برضو الحياه والقوه والابديه اللي بيحتاجها الملك. الملك هنا ممثل عندي في المناظر الثلاثه، وهم يمكن فسرنا هنا المناظر الثلاثة بشكل تاني مع الآلهة المختلفة، لكن بلاقي بعد كده المنظر بيكمل عندي على البوابة. البوابة عليها اللي بتدخلني بقى على صلت التجلي. البوابة عليها منظرين من أجمل، أولا فوق هشوف المنظرين التقليديين، المناظر التقليدية تماما. هنا الملك، هنا اللي قاعد قدامي ده حاكم قاعد، واضح ان حاكم هو قاعد قدام خرطوش مرن بتاعه، ده انا بتكلم على الجزء السفلي. الجزء السفلي على ايد الشمال، على ايد اليمين منظر نادر ان انا اشوف ملكه بتلعب بالسيستروم ككاهنه الحتحور، الملكه تا وسرت مريت ان موت. فوق بيبقى كان المنظر لتحتمس الثالث يمين ويسار. ندخل بقى على صاله التجلي، هنلاقي في صاله التجلي المناظر بتشتغل معايا لتحتمس الثالث وامنحتب الثاني. الصاله حوالي 2 متر و10، يعني مش صاله مساحتها 2 متر و10، مش صاله كبيره قوي. المناظر ادي منظر التطهير الجميل، جحوتي وحورس هم بيطهروا الملك تحتمس الثالث بعلامات العنخ، منظر تقليدي. والمنظر حورس واضح ان هو حورس البحديتي يعني يمكن الهيروغليف. هنا المنظر الجميل للملك تحتمس الثالث وهو بيعمل جري الحسي قدام الاله امون وماسك الشراط، جزء من طقوس الحبسد اللي بيقوم بيها الملك لاعلان شرعيه الحكم ولاعلان قوه انتصاره. من الجزء اللي في الواجهه بلاقي عندي ما بين البوابات المناظر المعتاده للملوك مع الالهه، سواء لامنحتب الثالث او لتحتمس الثاني. يعني بلاقي منظر مثلا للملك امنحتب الثاني واقف قدام الاله امون، والمنظر اللي وراه بديع، ايزيس بتحتضن وتقبل تحتمس الثالث في منظر من اروع ما يمكن، وبعدين الملك واقف الى القاعة امنحتب الثاني داخل امام حورس، ومين اللي خلفه؟ حور ميام، حورس سيد عينيبة عاصمة النوبة السفلى في الدولة الحديثة منطقة نصر النوبة. البوابات لقدس الاقداس بلاقي العتب فوق، الخراطيش بالالقاب الملكية لتحتمس الثالث وامنحتب الثاني، و المنظرين اللي على اليمين والشمال للاثنين اصحاب المعبد اللي عملوا المعبد والالهه المكرسه. هنا الملك امنحتب الثاني واقف قدام الاله امون، الاله راحوراختي اللي جالس وبيحتضنه، ده على ايدينا الشمال واحنا داخلين، وقدامه على ايدينا اليمين تحتمس الثالث واقف وبيحتضن امون راع اللي جالس على العرش بتاعه، فكان الملكين قاعدين، كل ملك قاعد قدام، يبقى الملكين اللي بنوا المعبد مع الالهين اللي بيخصص ليهم المعبد عند مدخل قدس الاقدس. ندخل بقى على اخر جزء في المعبد قدس الاقداس، وده متقسم جوه لحاجات كتيره قوي. المنظر الاساسي اللي في مواجهه قدس الاقداس منظر المركب المقدس وعليها الملك امنحتب الثاني، وهو واقف هنا بيقدم القرابين قدام المركب بتاع المركب اللي عليها امون وراحوراختي، والمنظر تقليدي جدا. اللي تحتيه منظر رائع لنفس الملك في الحملة السورية بتاعته اللي قال انه جاب حكام سوريا وموت فيهم حد في منف وموت فيهم حد على البوابة بتاعت نباتة او بوابة الجنوب. ايدينا الشمال بقى واحنا داخلين مناظر تقليدية جدا، الملك بيتلقى الحياة العنخ والجد والواس من راحوراختي، ووراء الالهة ساتت وراحة حور اسف، والمنظر التاني الملك بيعمل حويسب في دودة امنحتب التاني في كلات امام الاله
امون. على ايدي اليمين بقى بلاقي نفس المناظر للملك بيتلقى علامه الحاء، بس مش هنحط بالتاني هنا بقى، تحط مستل علامه الحاء من امون، ووراه هنا ساتت الناحيه الثانيه هتحور هنا ساتت. بلاقي المنظر اللي بعد تحط مستل بيعمل حويسب في دو الضرب 4 مرات لافتتاح مائده القرابين امام الاله راح رختي. وبعدين بلاقي المنظر بعديه للملك امنحطب، اسف، تحط بوس الثالث وهو بيقدم فاستين النوق قدام راح حور اختي، ده اللي فوق الباب. بدخل بقى على وانا داخل بلاقي على اليمين والشمال في مقصورتين من من الكتفين جوه. المقصوره ايه؟ الخراطيش اللي فيها العتب العلوي خراطيش امنحطب الثاني، وتحتيه خراطيش تحط بوس الثالث، يعني قافل من فوق امنحطب الثاني وتحط بوس الثالث تحتيه، بيعلن نص التكمله بتاعه المعبد ونص التأسيس اللي عمله مع منظر الحرب السورية. وادي امنحطب التاني بيعلن تكملة ما قام به أبوه. الجزء الغربي منها بيمثل منظر التطهير بيقوم به هنا امنحطب التاني، بيعلن تكملة المعبد بعد أبوه، وبيعمله على المرتين، مرة راح رختي ومرة ليه أمون. بعد كده بدخل على الصالة دي بلاقي المنظرين، المنظر الأول ليه امنحطب التاني بيقدم هنا قدام الإله أمون وبيقدم له الخصايا، وراه واقفه الالهه حتحور، والاله امون بيقول له بيديله العالم كله، وتحت نفس المنظر لنفس الملك وهو بيقدم للاله راح رخت الخصايا، وراه واقف الاله حورس البحدتي. بشوف المقصوره في الجانب الثاني منها بلاقي فيها المنظر تحتمس الثالث بقى هنا بيثبت القرابين للاله، وتحت بيعمل مناظر حرق البخور تثبيت القرابين والتعبد امام راح ورخت، مره الامون ومره راح ورختي. وبعد كده بدخل على المقصوره الثانيه اللي على ايدي الشمال اللي هي المقصوره ب، خراطيش تحط بوس الثالث اما نحط بالثاني مع نص الحرب اعلن تكمله المعبد بعد ابوه، هنا بيجي تحط بوس الثالث بيكمل او بيعلن اللي هو عمله في المعبد من الخراطيش بتاعته. والمناظر عاديه جدا، مناظر امام الآلهة، مناظر معتادة للملك مع الآلهة، يعني بلاقي فيها منظر بيقدم الإيارتت قدام أمون، بيقدم البخور قدام راح ورختي، في كل الحالات اللي واقف قدامي هو تحتمس الثالث. بعدين بلاقي المنظر الجميل، مرة تحتمس الثالث ومرة منحط بالتاني الاثنين، وفي إيدي اليمين هيبقى تحتمس الثالث، إيدي الشمال منحط بالتاني بيقدمه أو بيحرقوا البخور قدام الإله، يتكرر المنظر مع راح ورختي، إيدي اليمين بيعملها تحتمس الثالث، إيدي الشمال بيعملها راح ورختي. المقصورتين الجانبية بقى اللي هم مقصورتين قدس الاقداس من بره بشوف فيهم المناظر، افتتاح مائده القرابين الحويسب في دو لراح ورختي بيعمله الملك تحتمس لا هنا امنحطب الثاني اسف عاخي بيرورع، بيجي المنظر قدام راح ورختي، طبعا بيجي المنظر بيتكرر، مره تحتمس الثالث ومره امنحطب الثاني، تحتمس الثالث هنا بيجي قدام امنحطب الثاني برضه، معلش انا براجع قرايه الخرطوش مع حضراتكم، بيحرق البخور قدام القرابين لامون راع، بيجي بعديه تحتمس الثالث على ايد اليمين قدام امون وتحويه امنحطب اثنين قدام راح ورختي، والناحيه الثانيه بيجي امنحطب الثاني بيقدمه فاستين النو قدام الاله، وهنا بيقدم له البان اللي هو الخبز او العيش. بعد كده بلاقي العتب والباب عليها البروتوكول الكامل للخراطيش الملكيه والالقاب بتاعه الملكين. بلاقي البوابة الجنوبية منها بلاقي فيها تحتمس الثالث وامنحطب الثاني واقفين برضو مع المنظر عندي فوق هنا بالخرطوش، تحتمس الثالث مرة مع أمون ومرة مع راح حور أختي. بلاقي معاه كمان الخراطيش بتكمل بمناظر ليه تحتمس الثالث وهو بيقدم قطع من الطعام أو القرابين لأمون، وبيقدم الناحية الثانية أو بيحرق بيقدم فاستين للإله راح ورختي. تحت الملك بيقدم باقات الزهور، واقف الملك وراء الاله حتحور وهو بيقدم باقات الزهور، وحتحور بتلعب له بالسيستروم وديها الشمال ماسكه عقد الميناد بتاعها كواحده من ربات الموسيقى. بعديها بلاقي تحتمس الثالث برضه بيتكرر عندي وهو بيقدم الفاستي الاواني العطور واواني التطهير قدام الاله راح ورختي. بعديها باجي للبوابه اللي بعديها الملك امنحطب الملك تحتمس الثالث هنا وهو بيقدم قدام الالهه، هنا الالهه اللي واقفه قدامي هتحور، والناحيه الثانيه الملك بيقدم قدام الاله امون برضو بيتعبد وهو بيلعب بالسيستروم، منظر حلو قوي قدام هتحور. بعد كده باجي اشوف المناظر للملك على الكتفين. بعد كده باجي لي المقصورة التانية اللي هي على اليمين، بلاقي الملك بيعمل جرية الحسي، بس الملك اللي بيجري عندي هنا هو امنحطب اتنين مش تحتمس التالت قدام راح ورختي. وهنا المنظر اللي بعده بلاقي على الباب
الخراطيش والبروتوكول برضو بيصور عندي خراطيش باسم الملك تحتمس الثالث وابنه أمنحتب الثاني، تقدمة الكباش الأربعة الأسود والأخضر والأبيض والأحمر اللي هم بيمثلوا الأربعة اللي بيحفظوا جسد أوزير، وعشان كده بيتصل بيهم دايما منظر تقدمة القرابين كلها الأربعة، والمنظر تثبيت الصناديق الأربعة اللي عرفنا من الدولة الوسطى إن هم الصناديق اللي بتضم أو الأربع توابيت اللي بيثبتهم قدام راح ورخت فيهم أجزاء أشلاء أوزوريس مرتبطين بالكباش الأربعة اللي بيرمزوا الأرض مصر، موجودين في كتير من المعابد المصرية. الجانب الشرقي منها بلاقي فيه الملك بيقدم الفازات والقرابين قدام الإله آمون، هنا بلاقي الملك اللي بيقدم عندي على ايدي الشمال بيبقى منحتب الثاني وعلى ايدي اليمين تحتمس الثالث، خلاص بيقفلوا لي بقى الاثنين المعبد. بيجي هنا الملك منحتب تحتمس الثالث واقف قدامي وهو بيعمل عمليه بيتشس، شايفين العلامه المقفوله دي قدام الاله سيشات، بيفرد الحبل للمعبد بتاع راح حرختي اللي اسمه متصور، والناحيه الثانيه الملك قدام امون وهو بيقدم له هيكل المعبد بالكامل. بعد كده بلاقي المنظر للملك تحتمس الثالث برضو قدام امون رع والاله بيديله الحياه والصحه، والملك هنا مع الاله امون رع وبيتلقى الحياه من الاله. المنظر اللي بعده منظر جميل للملك تحتمس الثالث وبيعمل جاريه طقسيه قدام راح ورختي. الجميل فيها بصوا الرجل تحتمس الثالث الشمال هتلاقوا الرجل مش مفروده، الرجل فيها تانيه ورجل من تحت فيها تانيه، كانها حركه ما كانتش ممثله قبل كده، فيها ابداع في تمثيل المنظر. فرد المعبد وهيكل المعبد قصاد راح ورختي بيقدمه الملك تحتمس التالت. هنا المنظر اللي بعده الملك بيسكب بيطهر القرابين وبيقدم معاه البخور. وبعد ما اسقلت عليكم في المعبد نكون انهينا مع بعض، اتمنى اشوفكم قريب في معابد تانية استكمال لمعابد النوبة. شكرا جزيلا واشوفكم على خير ان شاء الله تعالى في الفيديو القادم.